بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحباب الصغار، كيف حالكم؟ اليوم سنتعرف على أشكال حرف الهاء ونقرأ كلمات تمثل كل شكل. هيا يا أبطال القراءة، بسم الله. حرف الهاء يا أحباب يأتي في الكلمة بأربعة أشكال، في أول الكلمة بهذا الشكل كما في كلمة هلال هلال، ويأتي حرف الهاء في وسط الكلمة بهذا الشكل كما في كلمة نهر نهر. أما في آخر الكلمة فيأتي إما متصل بهذا الشكل أو منفصل، حرف الهاء متصل كما في كلمة وجه وجه. وفي آخر الكلمة منفصل كما في كلمة وجوه وجوه. كلمات حرف الهاء في أول الكلمة: هلال هلال، والهلال يا أحباب نراه في السماء ونحدد برؤيته بداية الشهر الهجري. هرم هرم، هد 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 هد، هدية هدية، هاتف هاتف. كلمات حرف الهاء في وسط الكلمة: نهر نهر، كهف كهف، سهم سهم، زهرة زهرة. ونلاحظ يا أحباب شكل حرف الهاء في هذه الكلمة، يكتب هكذا لأن يسبقه حرف زي، وهو من الحروف ذات اليد الواحدة مثل حرف الراء وحرف الألف وحرف الدال وحرف الذال وحرف الواو، وهي كلها حروف لا تتصل بالحرف الذي يتبعها في الكلمة. كلمات حرف الهاء في آخر الكلمة: فواكه فواكه، وجه وجه، مياه مياه، وجوه وجوه. والآن يا أحباب وقت النشاط، هيا بنا أكمل الحرف الناقص في الكلمة. هرة ممتاز. هيا نتابع فهد. أنتم أنتم ماهرون. هيا نتابع يا أحباب، ماذا نرى في الصورة؟ درهم، والدرهم هو اسم عملة نقدية، وهو عملة دولتنا الحبيبة الإمارات. ما الحرف الناقص في كلمة درهم؟ أنتم أنتم ماهرون.
انتهى الدرس يا أحبابي الصغار، أراكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.